شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث كان في استقبال سيادته بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وشاهد السيد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة. كما ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محلياً وإقليمياً ودولياً للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيداً بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا. كما حرص سيادته على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري بكافة المجالات، وطالبهم بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة. كما أكد السيد الرئيس أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقاً لأحدث المعايير العلمية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة. وأوصى السيد الرئيس الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة. كما شهد السيد الرئيس بعض ملامح الدورة التدريبية للملتحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث أكد سيادته أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنسيق بينهم، بما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعي، متمنياً للمشاركين في الدورة تحقيق الاستفادة المثلى بما يسهم في تحسين العمل في جميع أجهزة الدولة.